بقالنا فتره كده عايشين حاله من التطرف المناخي، مش عارفين الجو عايز ايه. دايما نقول لبعض كده احنا مش عارفين هو الجو عايز ايه. بنلاقي شويه امطار في عز الحر، بنلاقي فيه رياح واتربه في عز الشتاء، فاحنا مش فاهمين اللي بيحصل في الجو. لكن اللي واثقين منه ان احنا الفتره اللي بنعيشها دلوقتي بنشهد حاله من ارتفاع درجه الحراره غير مسبوقه. لكن في خبر مهم جدا، وخبر يمكن يهون علينا شوية الحر اللي شفناها الفترة اللي فاتت، إن هيئة الأرصاد أعلنت عن انكسار هذه الموجة الحارة على معظم أنحاء البلاد ولو بشكل طفيف، يعني درجتين ثلاث درجات بالكتير قوي. المشكلة عندنا دايما، ده هيبدأ طبعا من يوم السبت، المشكلة مش في درجة الحرارة، المشكلة في درجة الرطوبة. نسبة الرطوبة المرتفعة بتسبب حاجة من الإجهاد الحراري، تبقى قاعد كده مش قادر تاخد نفسك. هي دي المشكله. يعني على كل، احنا عايزين نفهم بالظبط ايه اللي حصل، ليه هذه الموجه بتنكسر دلوقتي، ايه التفاصيل. معانا دكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعه لشؤون المناخ. يا دكتور محمد مساء الخير. اهلا وسهلا. مساء الخير يا استاذ محمد. يا اهلا بحضرتك. احنا بقالنا فتره مش كبيره بنسمع عن القبه الحراريه، هل ده مصطلح علمي؟ ايوه بالظبط، هو مصطلح علمي، وهو فعليا المرتفع الجوي الموجود على البحر المتوسط في شكل قبه زي السوبه كده، فحابس الحراره. انت حضرتك عارف ان اثناء النهار اشعه الشمس بتنزل بتسخن كل حاجه، بنيجي على اخر النهار يبتدي يحصل ريليز، يبتدي يحصل انبعاث للحراره للغلاف تطلع مره ثانيه الفضاء بالظبط. فالقبه الحراريه في طبقات الجو العليا على 5 كيلو كده، على بعد 5 كيلو من سطح الارض، بتعمل حبس للحراره اللي المفروض تنبعث، وتبتدي تخفف الاجواء لحين سطوع الشمس في ثاني يوم، يبقى الجو برد شويه لغايه الدنيا ما تسخن، يكون مثلا خدت للظهر ولا حاجه. دلوقتي للاسف درجه الحراره وصلت ل 29 و30 بالليل، وما زالت كميه الحراره موجوده، بيجي ثاني يوم على ارتفاع موجود فعليا، ده اللي مسبب هذا الشكل من بيسموه اهالينا المزارعين الصهد بالليل. وطبعا بالنهار طاقه حراريه عاليه جدا، معظم الاحساس ده كلنا بنقول عليه الصهد، والله تحس ان احنا داخلين فرن كده. طيب بشرة طيبه جدا، بدايه من بكره وبدات من دلوقتي اصبح هناك في يعني تحلل نوعا ما للقبه الحراريه، المرتفع بدا يضعف الموجود، فبدا يحصل تقهقر لمنخفض الهند الموسمي اللي هو مسيطر على الاجواء وطارد. المفروض في مرتفع العروض على البحر المتوسط، ده مرتفع دايما بيجيب لنا هواء حرارته اقل من ناحيه اوروبا، ده اللي بيلطف الاجواء بالليل شويه لغايه القاهره ولغايه شمال الصعيد. طيب ثلاث درجات شايف ان هي هتفرق؟ لا، هي فرقت من دلوقتي، يعني الناس هيبتدوا يحسوا حاله. انا بكلم حضرتك اهو في الاماكن المفتوحه حتى جوه المدن، المشكله في الرطوبه يا دكتور محمد، بنسمه هواء نسمه هواء يعني بقى اخف بكتير من الاسبوعين اللي فاتوا. طبعا الرطوبه العاليه بيبان مفعولها اكتر في اثناء وجود اشعه الشمس، فبيبان بالنهار واخر النهار ولغايه المغرب وبعد المغرب بسبب الرطوبه العاليه. فالاحساس بالحراره لما يقولوا درجه الحراره 41 يبقى الاحساس بيزيد 3 4 درجات، يعني ال 41 دي معناها 45 او 44 فعليا. من بكره ان شاء الله لو هيئه الارصاد نزلت القيم بتاعت بكره التوقع، هتلاقي حضرتك نزلنا عن 40 كتير، بتكلم على 37 وبتكلم على الوجه البحري او شمال الوجه البحري، في مرتفع جوي بقى خلاص. ما انا بقول لحضرتك حصل تحلل لهذا المرتفع، فبدا يحصل ان الكتله اللي المفروض بتنسم بتلطف الاجواء شويه في جو مصر او جو بالذات والوجه البحري، يبتدي يحصل التلطيف ده. التلطيف بدا من اول النهارده، يعني من اول الليلادي اللي هيسهر شويه او يقعد هيحس ببدايه نسمه غابت عنا كتير، اسبوعين او داخله في ثلاث اسابيع، والناس حسوا بالحراره والصهد جامد جدا. طبعا ده ليه برضه تاثيرات على الزراعات الموجوده. طيب قبل بس ما نروح للزراعات، احنا سنه عن سنه درجه الحراره بتزيد، والمنخفض اسمه منخفض الهند الموسمي، هل معناه ان هو موسمي يعني هيلف ويرجع تاني، ولا احنا مستمرين في تصاعد سنه بعد سنه؟ لا، منخفض الهند الموسمي لموسم في الظهور، وهو بدايه من احنا في مصر شهر ابيب اللي هو بدايه من اول يوليو، وبياخد يوليو كامل واغسطس تقريبا كامل، ويبتدي يحصل له تقهقر ويرجع على ناحيه القاره الهنديه. تمدده، وده اللي حصل بقى السنه دي وعمل هذه الاشكاليه الموجوده، ان احيانا بيحصل تمدد لهذا المنخفض بيسموه تعمق، يعني خد حيز جغرافي كبير، فخد الجزيره العربيه في الوش، العراق، بلاد الشام، ومصر، وجزء من تركيا، والغريب السنه دي ان دخل كمان على ليبيا وجزء من الجزائر.
يعني معروف ان الجزائر منخفض اخر هو اللي بيأثر على حرارتها اسمه منخفض جنوب الصحراء، واحنا عندنا في الصعيد اللي بيأثر على الحراره هناك مش منخفض الهند الموسمي، منخفض الهند الموسمي طيب بيجي لنا بعد ما بيلف على البحر المتوسط. تمام، لو سريعا يا دكتور محمد تأثيره ايه على الزراعات؟ التأثير على الزراعات حتى هذه اللحظه لم يتم رصد الحمد لله مشاكل كبيره للزراعات، ولكن حدث بعد لساعات الشمس على ثمار المانجو الاصناف المتأخره اللي الا المانجا الا المانجا يا دكتور محمد. ما هي حصل بعد اللسعات لبعض الاصناف المتاخره زي الكيت والكنت والنعومي ولكن اقدر اقول لحضرتك ان بدا المزارع نفسه يعي لهذا الموضوع فبدا يغطي الثمار بالورق، بدا يرش ببروشات بيجير بعض المزارع البسيطه اللي اصحابها ما خدوش بالهم بدا يحصل مشكلات. طبعا اهم نقطه في القصه دي كلها لكل الزراعات القائمه موضوع ان الري قرب الفتره شويه وازود الكميه حوالي 10% ودي مهمه جدا لكل الزراعات. لو انا هزرع العروه الجديده اللي هتزرع سواء هشت الطماطم بتنجال هزرع خيار هشت الفاكهه اللي هو الموسم الجديد اخر استنى بس حتى لنهايه ابيب يعني بعد الاسبوع الاول من اغسطس ان شاء الله. عظيم، واعتقد ان كل المزارعين بقى عندهم خبره خلاص بالموضوع ده. شكرا جزيلا دكتور محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعه لشؤون المناخ.